البنات لاباس عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غنشارك معكم الحلوه ديال العشور. عندي لنسكاس ديال الزيت، الكاس ديال السكر، جوج بيضات، واحد الشاشيه ديال الخميره، الزبده، معلقه ديال النفع، معلقه ديال حبه حلاوه، شويه ديال الملحه، ونص كيلو ديال الطحين يكون ديال الحلويات. انتم معايا كيجي زوين وبنين. ها هي زيت الكاس ديال السكر والزبده، جوج بيضات، نخلطهم مع بعضياتهم مزيان كما كتشوفوا، حتى يتخلطوا مزيان، كيجي زوين وبنين البنات. واللي درتو ليه الزبده كيجي هشيش، كيدوب في الفم، ما كيجيش قاسح. المهم الكيك حتى يتخلطوا مزيان. دابا نزيد لك معلقه ديال النفع، معلقه ديال حبه حلاوه، وشويه ديال الملح، ونص كاس ديال الزيت. النفع وحبه حلاوه كيعطي ليه واحد المذاق بنين وزوين. نخلطهم مع بعضياتهم مزيان بهذه الطريقه يا البنات، كيجي بنين وزوين. ودابا نزيد هاديك نص كيلو اللي عندي ديال الطحين، ونزيدها. وإلا خاص ليا وقيلا ندير ليه نص كاس ديال الماء، غادي نزيد نص كاس ديال الماء، غادي ندير شاشية ديال القميرة ديال الحلوة. صافي نعجنها، إلا خاص لي شي حاجة نزيد نص كاس ديال الماء. هانتوما معايا. هاهو العجينه ديالي البنات، كما كتشوفوا ما كيجيش قاسح، ما كيجيش جريعه، وثاني كيجي رطب. كيف ما قلت لكم زدت نص كاس ديال الماء. وهي دابا غادي نقسم العجينه ديالي على ثلاثه الكويرات، كيجي بنين وزوين. هذا نحيد فيه شويه ديال فهاديك اللي غادي ندور الشكلاط، غادي نقسم هاد العجينه وحده، نخرج فيه ثلاثه د الاشكال. وهذه نخليها ندور هذيك اللي غادي ندير ليه الشكلاط. انتما معايا. هيا دابا غادي ديك المكونات اللي غندير الحلوه، وحده ندير ليه الشكلاط، وواحد ندير ليه المشمش قطعته صغير، واللوز، وواحد ندير ليه الجنجلان. انتما معايا تشوفوا كيجي زوين وبنين. هاد العجينه ندير ليه اللوز والمشمش قطعته صغير، غادي نعجن معاها هاد المكونات، كيجي بنين وزوين. هيا دابا كيف ما كتشوفوا كان ندلكها شويه حتى يدخل هذيك اللوز والمشمش مزيان. ودابا هذه غادي ندير ليه الشكلاط نفس الطريقه. هيا ندير ليه الشكلاط، نعجنه حتى هو حتى يدخل الشكلاط مع العجين. انتما معايا. هاد العجينه البنات ندير ليه الشنجلان، نصمر بحال هكاك حتى نساليها كامل. هانتوما معايا.
هي دابا هزيت واحد الطاوه درت فيها الورق ديال الزبده، هنا حط فيها هذيك العجينه اللي شفتو اللي مي درت الجنجلان، نستمر بحال هكاك حتى نحطها فيه كامل، ونغطيها في واحده اخرى ندخلها الفريكو غندوز فيها شي نص ساعه بحال هكاك، عاد نخرج نقطعها. هانتوما معايا هذه ديال الشكلاط، نفس الطريقه ديال هذيك اللي ما درتش الجنجلان، هي ندير في الطاوه درت فيها الورق ديال الزبده وندخلها الفريكو نخليها فيها حتى هو نص ساعه، عاد نخرجها نقطعها. وهانتوما معايا نفس الطريقه ديال هذيك اللي ما درتش الجنجلان. هاد العجينه درت ليها اللوز والمشمش، هي دابا غادي نقطعها، كيجي زوين البنات وبنين. صافي نستمر بحال هكاك حتى نقطعها كامل. هانتوما معايا هي العجينه ديالي خرجتها من الثلاجه من الفريكو، حيت فيها غير هذيك اللي غنقطعها رجعت هذيك اللي بقى كنخرج فيها غير هذيك اللي غادي نقطع، حيت الا خرجتيها حطيتيها دغيا دغيا غادي يذوب. ودابا غادي نقطعها يكون شي سكين ناضي، غادي نقطعها خليتها فيها نص ساعه. دابا غادي تحكمي فيها، غادي تقطعي ديري فيه اللي بغيتي، اما الا ما درتيها في الثلاجه غادي يعجن ما غاديش تحكمي فيه اللي بغيتي تقطعي.
صافي دابا نستمر بحال هكاك حتى نقطعها كامل. هاديك الشكل اللي مدرت الشكلات حتى هو يلا خرجها من الثلاجة. دابا خليتها فيها نص ساعة، دابا تحكمي فيه تقطعيه وما غاديش يخسر، ما يعجن ما والو. هي كيف ما كتشوفوا، المهم نصبر بحال هكاك حتى نقطعها كامل نفس الطريقة. اول الحلوة ديالي قطعتها كامل كيف ما كتشوفوا، هذه درت ليه اللوز والمشمش، هذه ديال الشوكولات كيجي بنين وزوين. ضروري نستفاه في الطاوات باش ما يتلصق ليا يلق لي كيطيب. وهذه ديال الجنجلان، العافية تكون مهيلة في الفران، كندخلها الفران كنسبق كنشعل ليه في الفوق حتى يكون شويه في الفوق، عاد نقطعها لتحت ديال الفران نشعليه. كيجي زوين دغيا دغيا كيطيب، ما كيشد الوقت بزاف في الفران. الا قطعتو صغار، الا قطعتي غليظ شويه تخليها شويه في الفران. ها نتوما معايا دابا ندخلها يطيب. أول الحلوة ديالي البني الطايب كيجي زوين وبنين، ها هي ديال الشوكولات اللي شفتو، هادي ديال الشنجلان جا المذاق ديالو زوين وبنين، وهادي ديال الشوكولات حتى هو درت ليه اللوز المهرمش، هذا كله كيتباع اللوز المهرمش درت عليه في الفوق، هادي ديال اللوز والمشمش درت ليه شويه ديال الشوكولات حتى هو زوقته به. هذه حتى هو نيت نفس العجين اللوز والمشمش، زوقتها شويه ديال ليك ديال الحلوه. هي كيف ما كتشوفوا كيجي بنين، المذاق زوين، وحتى ما كيجيش قاطع. الا عجنتوها بالزبده ما كيجيش قاطع، كيجي هشيش، كديرها كيدوب في الفم، كل شيء بحال بحال زوين لذيذ. هي كتشوفوا كل شيء البنات، تبعوا الطريقه. الا بغيتي يجي لكم هشيش ورطب كتعجنوه بالزبده، الا بغيتي يجي لكم قرمشه تعجنوها بالزيت. هذا هي الطريقه يا البنات، كنتمنى يعجبكم. السلام عليكم.